اعزائي انا مشاهدي قناه لوجوس اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج كريستيان سوشيال ميديا آه يسعدنا وشرفنا يكون معنا النهارده في الجزء الثاني قدس ابونا اثناسيوس فكري كان كنيسه الانبا انطونيوس بسان فرانسيسكو كاليفورنيا اهلا بقدسك ابونا اهلا وسهلا بك آه كنا مع في اللقاء في الحلقه الماضيه واتكلمنا عن آه في الالحان القبطيه جت من ايه وازاي استمرت كل السنين الطويله دي ورغم ان المؤلف مجهول وكلمنا في نقط كتير جدا تهم يعني الناس اللي بيحبوا الالحان وتهم كل شعب القبطي يعني بنعمه ربنا في الحلقه النهارده هنتكلم بقى عن التجربه العمليه بقى الحقيقيه في في تعليم الالحان قدسك زي ما عرفت من قدسك بقالك ثلاث سنين في الولايات المتحده بتخدم في كنيسه الاب انطونيوس وسبق كنت في خدمه في هولندا لفترات متقطعه فاكيد طبعا الولاد في الجيل الثاني في المهجر مختلفين تماما عن الولاد في مصر وصعب عليهم ان هم يتقبلوا فكره ان هم لازم يتعلموا الالحان وخصوصا ان هي باللغه القبطيه يعني احكي لنا قدسك كده بمنتهى البساطه يعني عن تجربه قدسك في تدريس الاولاد الالحان عايز اقول للسادة المشاهدين ان قدس ابونا بيدرس في الكنيسه الاولاد الالحان هو طبعا في المهجر بتختلف عن مصر لعده عوامل يعني المسافات بعيده بالنسبه للسكن الاولاد مش متواجدين يوميا في الكنيسه زي مصر كمان الكنيسه الكنيسه جنب البيت في مصر طب. آه حتى الحافظ الحان كمان وعنده استعداد يحفظ ممكن يكون بيته بعيد جدا عن الكنيسه بس دي برضو بنزرعها ككنيسه يعني ندور على الكنيسه من البدايه ابونا مهتم بالموضوع ولا لا طيب الخرس الشمامسة مهتمين الحافظ منهم طبعا يعني مهتم ككبار لهم سنين والأولاد عارفينهم وبيثقوا فيهم ولا لا كل العوامل دي بتكون مهمه في في التحفيز او في التعليم نفسه في ان ارسخ فكره عند الطفل او عند اي واحد عايز يحفظ او عايز يتعلم الكنيسه او حابب الكنيسه فانا كدوري ككاهن او كخادم يا ترى انا بركز على دي ولا انا بركز على بس الخدمات اللي فيها اكتيفيتيز يعني طبعا هي كلها خدمات وكله كويس سنه يؤسفني أني لسه قريب أري مقاله يعني ابونا تدرس يعقوب بصراحه المقاله دي منتهى العمق يعني او اتكلم على لسان بمعنى اصح وبيقول ان احنا حبينا نقدم الكنيسه فقدمناها بشكل آآ آآ عشان نجذب الناس قدمناها في رحلات في قدمناها في انشطه قدمناها في خروجات يعني والولاد بدا يترسخ ده للاسف في ذهنهم يعني the church is just to have fun مم. يعني ان انت رايح الكنيسه علشان تتبسط طيب ما احنا ممكن برضو to have fun في الالحان ممكن تهفن في القداس تبقى مبسوط يعني ما اقصدش انك انت طب. انك انت تتحرك طبعا أهلم. دي دور علينا احنا ككبار ان احنا نركز فيها ازاي نخلي مم. الاولاد ينجذبوا ينجذبوا للكنيسه او انهم يحضروا مم. ودي بترجع ليا انا ككاهن او كخادم يا ترى انا ملتزم في الموضوع ده مم. يعني ترى انا كخادم بحضر القداس من بدايته طب ألتزم اسبوعيا ولا انا بجي الخدمه ولا انا بس اللي يهمني ولادي يشوفوني ان انا بتناول. أه الحاجات دي لو احنا مع اولادنا عرفنا نخليهم يجوا وعايز اقول حاجه ان تاثير الخادم في اوضاع كثيره جدا بيكون اقوى من تاثير الاب الكاهن لان الخادم على علاقه بكل اللي تحتيه او اللي فصله او اللي ده. في خدمته فتاثيره هو كخادم اقوى لو انت ملتزم بصلواتك بقداساتك بلتورجياتك بتسبيحتك بالعشيه هتلاقي الاولاد عرفت تجيبهم هتلاقيهم مرتبط الكنيسة اكتر. لأن أنا بخاف كمان على الأولاد اللي ما بيرتبطوش بالمسبح، على الشماس اللي بيفضل وهو صغير شماس والدي بيجيبوه وبعد شوية هو بيسيب ال... 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 الكنيسة, الكنيسة أو بيسيب الكنيسة خدمة الشموسية مم. لمجرد إن هو شايف إن الكنيسة بتقدم خدمات تانية أسهل. مم. طبعًا الصلاة ده الأساس ودي أساس كنيستنا، هو الألحان، هو اللغة القبطية، هي القداسات طبعًا. يعني ذاك لا يمنع ذاك. طبعا افعلوا هذه ولا تتركوا تلك الاثنين مطلوبين بس المطلوب اكتر ايه؟ يعني انا مثلا لو لو ما جيتش مثلا خدمه الكشافه ما دخلتش الخدمه دي اساسا بس باجي القداس ده مهم بتأسس طب لكن مم. العكس لو انا لو انا ما بصليش القداس بس باجي خدمه الكشافه مم. لا صحيح انت فهمت غلط يبقى الاثنين مع بعض لازم يمشوا في نفس الزاويه طبعا, طبعًا. آه قولي قدسك عوام يعني تجربه قدسك في التدريس ازاي بدات تجذب الاولاد انه تحببهم ان هم يدرسوا الالحان؟ آه عوامل الجذب مش بس ان في حصه الالحان نفسها مم. لا انا لازم اديهم دور يعني احنا بدانا دلوقتي آه انا بدي جروب هنا الميدل سكولرز والهاي سكولرز بديهم مم. الالحان اعدادي وثانوي اعدادي آه. وابديهم الالحان بدينا نفكر في فكره ان هم يكونوا ريسبونسبل مسؤولين عن الولاد الصغيرين الله في 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 الكراين روم او في الاوضه الخاصه بيهم اللي هي اللي آه. جنب الكنيسه اه, آه بيبقوا موجودين معاهم آه هيبقوا لابسين طبعا التونية بتاعتهم عادي الاولاد وهنقسمهم جروبس حتى البنات اللي بتحضر معانا هيبقى لهم زي خاص بيهم بصرف النظر يعني هي ملهاش اي علاقه برسامتهم كشمسات او لا اي لا حاجه لا. طبعا بس علشان ندي لهم دور يتحفزوا اكتر ان هم كمان ما يسيبوش حصه الالحان ما يحسوش صحيح ان عم. انا ماليش دور انا قاعد احفظ طب الاولاد هيقولوا طب البنات هيعملوا ايه؟ يبقى مسؤول كمان عن حد صغير دي حاجه جميله طبعا ويبداوا كمان هم فاهمين ان انتم مش هتكونوا بتأدوا انتم هتعلموهم لا في الحته دي لازم نسجد لا هنا لازم نقف هنا بنرشم الصليب هيبقوا ليهم دور معاهم مع طبعا اشراف من خدام كبار او شماسة كبار هيكون موجودين في وسطهم وخدام من درس الاحد فكرة جميلة جدا دي من ضمن عوامل الجذب، طبعا عوامل الجذب كتيرة يعني لو ف... طلعنا يوم فهزت الألحان وحفظنا حفظنا اللحن نفسه طبعا تبقى فكرة اه تغيير المطلوب يعني بيحبوها الحاجات دي ان برضه حكيت ان انا يقعدوا قصادي ويلا وأرفع ايدي ماشي كويس بس كمان في اللحن ممكن في حتت في النص آه يعني نمثلها بيمثلوا دلوقتي في اسقوفية الشباب في بعض الخدام بي بيحاولوا يطبقوا اللحن بس بشكل تمثيلي بحيث ان الطفل ما يزهقش وما ينساهوش ايوه فبتبقى مفيده في... طب انا عايزه اسال اسالك سؤال يعني في بعض الاهالي بتقول ان انا وابني ما عندوش ميول لتعليم الالحان بس تبقى الام والاب نفسهم يزقوا فيه بالعافيه عشان يتعلم فهل ده صح ولا هل نسيبه براحته وقت ما هو يحب يتعلم يتعلم بصي هو عاده بيكون في السن الصغير الاباء بيضغطوا على اولادهم والاولاد طبعا حابين الكنيسه في اي وضع فبييجوا وبيحضروا أيوة. يمكن بتبدا المشكله دي من سن اعدادي لا مش حابين لا طبع. مش عايزين نروح لا شايفين ان في حاجات تانية ممكن تتعمل بالنسبه لنا احسن طبع. بكتير انا الضغط طبعا مطلوب بس مش مش بمعنى الضغط ان انا يلا لازم تروح يلا بالعافيه لا افضل لما يزهق لا أيوة. لكن لكن ان انا ممكن من ناحيه تانية يعني اصحابه واحد من ضمن اصحابه القريبين بيعته يشده م. الخادم بتاعه يتصل بيه لو انا مثلا مش مخلي بالي منه وده اختفى بس ينبهوني معلش كلمه هتفرق م. عاده الاباء والامهات مش بيجيبوا نتيجه كفايه ومش مش مش عن تقصير منهم لا ابدا خالص لكن عن داله ما بين الاب وابنه فالابن بيتصرف بتلقائيته او بحسب سنه في الوقت ده م. مطلوب طبعا ان هم يحضروا مش بالعافيه مش بالعافيه مش بالعافية. بس حتى يلقطوا آه حاجات كتير. دايما نقول يكفي بقائهم جوه الكنيسه احسن من بقائهم خارج الكنيسه صحيح يعني يا ريت يكونوا جوه حتى لو مش هيقول الحان هيلقط حاجه هيسمع هي... هيحاول صحيح. حتى حتى لو مش هيقول حتى لو هو في وسط الناس يكفي ان هو موجود جوه الكنيسه بيسمع حتى الالحان دي صحيح هلتصبون. يا يعني كده نطلع فاصل مع الساده المشاهدين ونسمع جزء من موعد الانجيل لايام سوم الكبير بصوت قدسك سلام الله الذي يفوق كل عقل سلام الله الذي يفوق كل عقل احفظ قلوبكم في المسيح يسوع ربنا أخطاتُ اخطاته يا رب يسوع اغفر لي لانه ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا غفران ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لان لك المجد الى الابد لانه مبارك الاب والابن والروح القدوس الثالوث <سؤال> <سؤال> الكامل نسجد له ونمجده تي هيرين إن تيفنوتي سي نيفن إس إ نيتين هين إم إيسوس بن شويس أي أي باشويس إيسوس كوني إيفول جي امون فوكن ات ارنو في او امون شويسن أَتْكُو ايفول جي بنيوت في اوي ما توبو بو ان جي بكران ما اي ان جي تكمت او جي فوق بيبي او شاني إني جي اسمارو او جي نمي بشيري نمبي اث او تتريا سجي سيدتي فول تنقوش تنتي ناس تعيش وتسبح وتصدق زي قد إيه موسيقى الألحان لو اتقالت بأي لغة من لغات العالم بتنقل مشاعر عادية. زي ده بيحصل لأن هي موسيقى <applause> يعني هي موسيقى اللغة احنا مطالبين طبعا بإن احنا نقول اللغة على حسب البلد اللي احنا بنصلي فيها طبعًا. يعني القبطي طبعا هو تراثنا وحياتنا وقبطيتنا كلها او او كنيستنا اللي تراثنا كله بالقبطي لكن ده ما يمنعش ان عايز يفهم طبعًا. يعني انا هنا في امريكا يبقى لازم معظم الصلوات لازم طبعًا. تكون انجلش ان كان النغم كله هو واحد طبعا نغم واحد طبعا لكن لازم يكون اللغه الناس فهماها من حق الانسان يصلي باللغه اللي فاهمها واحنا بنعمل الاتي يعني احنا محددين ان القداس كله انجلش عشان الناس تبقى عارفه. في وداسات تانية بتبقى عربي مم. برضو للناس اللي هي لسه جايه من مصر او الناس حل. الكبيره اللي بتحب العربي. آه لكن في قداسات في وسط الاسبوع او في مواعيد معينه بنخليها يكون فيها اجزاء قبطي وتبقى الناس عارفه وفي البعض دلوقتي يعني اولادنا برضه في نفس الجروب اللي بيتعلموا الحان هم بيتعلموا كمان لغه قبطيه بداوا مهم يستوعبوا طب. وبداوا يقروا وبداوا يفهموا طب. وبنحاول نوصل كمان لمعاني الكلمات وبدينا ندخل في فيعني في, في خطاب بس, بس بسيط في الصوره طبعا تحدث يعني ده حاجه مهمه عشان دي اللغه اللي بتجمع بين كل كنايس العالم يعني طبعا كنايسنا المصريه يعني بس هي اللي بينقل المشاعر هي الموسيقى طبعا والشاطر اللي يعرف يربط ما بين الموسيقى وما بين الكلمات يعني يشعر بالكلمات ويفهمها يعني يفهمها ويربطها بالموسيقى يعني, يعني. انا بيعجبوني قوي فرقه ديفيد هم شاطرين جدا ديدي. في الموضوع ده جدا أنا احنا و... بنحييهم من هنا يعني بجد ربنا يبارك كل خدمتهم مميزين جداً. وبيقدموا الكنيسه بصوره مظبوطه في خرس متناسق في اداء رائع بروح حلوه صحيح بيقدموا شكل كويس ونموذج كويس للكنيسه جدا جدا ايه النصيحه اللي تقولها الخورس الشمامسه بحيث ان هم يمشوا مع الاب الكاهن بنفس الطبقه ونفس السرعه؟ انا بصراحه اتمنى ان الخرس يعني يكون فيهم ناس دارسة موسيقى وتبدا تفهم الناس احنا ماشيين ازاي التون شكله الطبقات طبعا في ناس فاهمه وفي ناس عارفه وفي ناس اصواتها جميله لكن حتى لو في في النص حد بيقول حافظ كويس بس الصوت او التناسق ما بين النغمات مش فاهمها بيؤدي الخلل ممكن يكون اللي بيصلي الشعب البسيط اللي هو بيصلي مش عارف الخلل فيه بس حاسس ان في حاجه حصلت غلط صح. طب يعني بيبقى حاسس عارف. ان هنا في فجوه او في صح. حاجه خل باللحن بس مش عارفين في ايه يعني لو قلنا له طب ما تصحح يقول ما اعرفش اصحح مم. لكن انا حاسس ان في حاجه غلط آه لازم يبقى في كمان تدريب مستمر مم. زي ما احنا بنروح اشغالنا وفي تدريبات لاشغالنا احنا محتاجين قصاد ربنا مش نأدي مش فكره أأدي اداء لكن فكره ان انا اقدم حاجه لربنا كويسه لما اجي اصلي اصلي صح. كويس مم. آه لما بيكون الصوت مزعج بينفر آه, اه طبعا طبعا بتبقى بتبقى متعبه للناس بتبقى صحيح. متعبه يمكن آه هنا في المهجر بندور على الكنيسه القريبه مهما كانت الاوضاع لان طبع. المسافات بعيده طبع. لكن لو بصينا مثلا في مصر انا الكنيسه دي دخلت لقيت مثلا انا اسف يعني المعلم صوته مختلف خالص عن ابونا او في اختلافات في النغمات مع هو حافظ او مم. او الشمامسه كده اشوف الكنيسه الجنبيه اللي جنبيها يعني اللي صح. في نفس الحي او في نفس المدينه ده مش معناها ان ان ربنا مش سهل ربنا بيسمع كل الاصوات ربنا يهمه القلب لكن لكن انا برضو محتاج ان انا اقدم حاجه كويسه لازم نكون فاهمين احنا بنقدم ايه صحيح. نعمل ايه فخرس الشمس المفروض يكون متناسق دي ما, فيه. احنا ما فيهاش كلام من النقطه دي ونتكلم مع قدسك في نقطه مهمه جدا وهي اداب آه الشمامسه في ال... في الكنيسه ده ضحكت قلت هي ما هي... <applause> هي يعني الاثنين مرتبطين ببعض <applause> طبعا طبعا هو احنا اتكلمنا في الجزء الاول من السؤال عن ال... ان هم يعني ازاي يمشوا مع ابونا عن ال... نفس الطبقه ونفس السرعه بس اداب الشماس جوه الهيكل وفي اثناء القداس دي حاجه مهمه جدا جدا هو بالنسبه لل لل للشمامسه عامه وخصوصا لو جوه الهيكل احنا مش بنفضل ان يكون العدد كبير <applause> يعني انا لسه حد سالني من كام يوم بيقول لي هو ليه السيدات ما يدخلوش الهيكل قلت له صدقني ولا الرجاله يعني مش موضوع سيدات ورجاله لكن اللي يدخل الهيكل ده يدخل لانه هيعمل حاجه ابونا طبعا بيصلي على المسبح فلازم محتاج ثلاثه شمس او اربعه شمس جنبيه اللي واقف جنب الخلاجي اللي بيرد اللي ماسك الشوريه اللي بيجيب الشمعة محتاجهم اكتر من كده مش المفروض ان حد يدخل ده من ضمن اداب الحضور للكنيسه او من ضمن اداب الصلاه وطريقة الصلاة نفس الكلام مش صبرة مش لازم يكون الميكروفون متركز على واحد مم. يعني لو خرس وكل يعني مثلا في مايكروفونات او مايكات بعيدة كده وبيجيب الكل والأصوات تكون متناسقة يكون أفضل لكن عادة ما بنلجأ إن يكون مركز على واحد لأنه هو اللي حافظ او هو اللي قديم او هو اللي بدا الموضوع ده هنا في الكنيسه بصرف النظر هو حفظه ايه او صوته ايه بتبقى عمليه يعني تقدير للشخص اللي هو اديله سنين هنا لكن بنبص نلاقي الباقي مش مركز مش بيصلي مش مش في ال مش عارف اللي احنا ماشي ازاي واللي طبعا كل ما نرجع لورا نلقاهم لا ممكن لو وصلنا للميدل سكول او اللي اصغر لا دول بيلعبوا دول مش لو عرفنا وركزنا وادركنا ان اللي على المسبح ده مسيح. بجد يعني احنا احنا عارفين طبعا ان هو المسيح طبعًا. بس لما بنيجي في اوقات كده بنفقد او بننسى ان, إن, هو إن المسيح حاضر في وسطنا آه ان طبعًا. هو حاضر في الصين احنا احيانا بننساها فكل واحد بيتصرف زي يعني طبيعته العاديه زي ما بيتصرف اللي بيتكلم اللي بي مش بس طبعا الشمامسه لكن حتى كمان الناس ودي الصوره طبعا بتوصل لهم م. فنركز طبعا لازم نحط في اعتبارنا ان احنا قدام السيد المسيح مش بس ابونا اللي واقف على المسبح هو اللي مش بيتحرك ولا هو اللي مش بيتكلم ولا هو بيكلم ربنا بس ولا حتى شمس الثلاثه الاربعه اللي جنبيه مم. لا الكل حتى الشعب صح حتى الشعب صح ايه قدسك نسمع ترنيمه كنيستي القبطيه بصوت قدسك و... يعني احنا طبعا نفسنا الحلقه تفضل يعني مستمره على طول واكيد الساده المشاهدين يعني مبسوطين يعني من هذا اللقاء فخلينا نسمع من قدسك كنيستي القبطيه كنيسة القبطية كنيسة الإله قديمة قوية أرجو لها الحياة في أول العصور مرقوس اتى بنور ايمانه الصحيح وجال في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي من يرفع القصاص فامن الاقباط بربنا يسوع وحل الطيبات في كافة في آمد قريب قد حطم الأوثان وارتفع الصليب و سحالا قام يحارب ابن الله فهيج الحكام والجند والولاد فاشهروا السلاح على بني الإيمان هيا انكروا المسيح أو تلقوا في النيران آباؤنا الكرام كبار مع صغار لم يثنيهم الام وشدة وعار بل قالوا بانتصار للخلف لا رجوع لا نجزع من نار إلهنا يسوع! كم دوربوا! كم سجنوا! كم عاشوا في اكتئاب! كم قتلوا! كم حورقوا! كم ذاقوا من عذاب! بقوة! مثل قد غلب الالام ودام ثابتين في مالك السلام بالدم والعناء قد اشتروا الايمان واحتفظوا لنا باسم الفد الرحمن هيا بنا نقوم من شده الكسل العلا نروم ونسعى بالعيال كنيسة الآباء أنت افتخارنا إلى نجاحها هيا يا هيا بنا كنيسه القبطيه ايمانها صحيح الى الابد قويه يا مثل المسيح سبونا تعيش وترنم احنا ما بقاش معانا يعني الا دقائق في حلقتنا خلينا ناخد سؤال مهم قوي بيهم كتير من الشعب المهجر شعب الكنيسه القبطيه في المهجر ناس كتير بتشتكي من طول الالحان في القداس ويعني حب اسمع يعني تعليق اسك في النقطه دي هو السؤال ده لشقين في دور على الكنيسه وفي دور على الناس يعني في دور تقوم بيه الكنيسه كام عارفه ظروف اولادها وفاهماه يعني أديلك مثال صغير في عيد مثلا الميلاد اللي فات عيد الميلاد طبعا هنا 7 يناير مش زي مصر مصر 7 يناير طبع. و19 يناير عيد الغطاس دي اجازات طبع. لكن هنا في المهجر مش دايما تبقى اجازات الا اذا جت في ويك اند او جه في الكريسماس بريك فبتكون اجازه طبع. السنة دي عيد الميلاد جه يوم الاثنين 7 يناير يوم الاثنين وبالتالي القداس كان الحد بالليل تاني يوم مدارس تاني يوم في مدارس وفي شغل وفي آه طبعا الناس التزاماتها وما نقدرش نطلب من الناس انها تغيب طب لان آه طبعا هنا معروف ان عيد الميلاد هو 25 ديسمبر ف كان في دور من الكنيسه واحنا بالفعل عملناه ان احنا بدينا بدري لإن طبعا يوم الأحد إجازة فالناس ممكن تيجي بدري طبعاً. وطلعنا بدري. حلو خالص. يعني إحنا حلوة. طلعنا 10 10 ونص يعني كان كناس كلها متفقة إن إحنا هنطلع في, في المنطقة هنا إن إحنا كلنا نطلع بدري. م. يعني مش هنتأخر علشان يعني الطبيعي إن بنطلع بعد الساعة 12 وبنتناول الساعة 12 بداية يوم جديد. طبعاً. لكن إحنا طلعنا بدري وده الكنيسة كأم مقدرة مشاعر أولادها مع مراعاة إن إحنا ما كناش ما قلناش كل حاجة ببطء. كنا الريتم بتاع الالحان نشيط ما اختصرناش لكن لكن قلنا شويه اسرع عن عن المعتاد ايوه لكن مش السريع قوي طبعا ايوه الدور الثاني اللي على الشعب وده يمكن اللي حصل في عيد الغطاس عيد الغطاس كان يوم الجمعه بالليل القداس ويوم السبت اجازه أجاز. وده العيد نفسه وهو جاي يوم 19 ويك اند ايوه فالناس كلها كل اجازه ده. فالطبيعي ان احنا هنطلع في معادنا اللي هو 12, 12. لما ن... طبعا مع صلوات الغطاس بتكون اطول شويه دا. الناس لما تكون فاهمه ان احنا طلعنا بدري في عيد الميلاد يبقى احنا دا. هنطلع بدري في عيد الغطاس يبقى دا. انت فهمت امومه الكنيسه غلط م. يبقى انت فهمت ان احنا خلاص احنا من هنا ورايح هنطلع الساعه 10 او 10 ونص او حتى 11 آه لا احنا دي صلواتنا ودي قداساتنا وبعدين ثاني يوم اجازه عندك <applause> فمش من المفروض انك انت تطلب طلب زي ده او انت فهمت الكنيسه فهمتها بطريقه مش مظبوطه فهمت ان احنا أيه. طلعنا بدري يبقى في, في كل الاعياد يبقى في كل الاحوال أيه. هي على حسب ظروف اليوم نفسه اللي جاي فيه خصوصا في الم... احنا بنتكلم طبعا في المهجر مش مصر لان معظم اجازات الاعياد الكنيسه في مصر أج... الناس اجازه فيها اه هي هي كلها الثلاث اعياد اللي هم الكبار اللي هم الميلاد والغطاس والياما في مصر اجازه طبعا الياما هنا اجازه عشان يوم حد طبعا فطبيعي هو اجازه لكن احنا بنقابل المشكله دي عاده في الميلاد وفي الغطاس بنقابلها فعلا يعني وبنبقى مش عارفين نعمل ايه لكن الحل المناسب ان احنا بنبدا بدري شويه ايوه وبنخلص كمان بدري عن المعتاد لو ثاني يوم في اشغال او ثاني يوم في آه في آه آه مدارس يعني الكنيسه بتراعي ظروف كل الناس بتراعي يعني الناس بتشتكي الناس بتشتكي في كل مكان اتكلم بصراحه لو ابونا ده يعني خلص متاخر له ده طول لو خلص بدري هو بيمشي بسرعه عليه ايوه بيطول لو لو طول في العزه يعني ده طول قوي خالص واحنا زهقنا لو قال عزه خمس دقائق هو مش لاقي كلامه ومش محضر يعني هي الطريقه الوسطى بقى نمشي فيها كده واحنا سعداء جدا يعني الموقف ده هو حصل م... معايا بالفعل يعني انا اسم يعني حصل معايا في 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 اعتراف انا عادة بنسى في, في الاعتراف وده, وده صح ده ده صحي في الاعتراف ده حاجة كويسة ايوه ف <applause> لقيت حد بيكلمني في مشكلة بعدها بشهرين ثلاثة بيقول لي يا ابونا فاكر المشكلة اللي انا بصراحة ما قلت له طب خير في ايه؟ فقال لا انت شكلك ناسيني فعادي يعني معلش نصلي طب نشوف بعدها بفترة قلت لا انا هركز مع الشخص ده يعني في نفس القعده انا ركزت معاه جه بعد كده بعدها بشويه تاني بيكلمنا الموضوع قلت له انا انا فاكر لا مش الموضوع كذا 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 فقال لي مش المفروض ان الكاهن ما يفتكرش لا ده ما فيش حاجه عجبتها عارفه الايه اللي بتقول زمرنا لكم فلم ترقصوا ونحن لكم فلم تبكوا ايوه يعني الناس بسيطه والناس كويسه طبعا لكن لكن حكايه ان انا في بعض طبعا بيجي بيصلي بيبقى قلبه مع ربنا مش فارقه نطلع بدري نطلع متاخر من حوالي 10 ايام او 15 يوم واحد بيقول لي احنا عايزين نبدا قداس في ميعاد وما نقولش هنخلص امتى حاجه جميله الصياد. اوكي انا بصراحه اتبسطت من الموضوع جدا. جميل. في في و... <applause> ده جدا فكره جميله مش هتلاقي حد من الشعب جاي لا ما احنا مش هنقول احنا مش هنقول فحسيت ان في ناس عايزه تصلي فعلا صح ما هي هدفها كده مش داني. موضوع هيخلص امتى آه واجي آآ آآ. طبعا وفي ناس تاني اللي الساعه 10 طلعنا 10 وربع الدنيا لا انا ازاي نطلع 10 وربع ده ما ينفعش فهي بترجع لطبيعه الاشخاص <applause> اللي بيجي يصلي بينسى بينسى اي حاجه وكان قداسه البابا انا اتذكر دي كلام يعني لما كنت بساله في سؤال طول الالحان في القداس كان يقول لي في زمن تفاعل بين الانسان وربنا يعني مش معقوله تخلصيه في ساعه الا ربع ولا ساعه الانسان عشان يدخل في زمن التفاعل ده بيحتاج وقت يعني صحيح 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 واتسبونا سنتس فيك احنا بنشكر قدسك جدا يعني على تعب قدسك معانا وخدنا بركه فعلا يعني ربنا ان شاء الله بنعمه ربنا يكون لنا لقاءات متجدده على شاشه قناه لوجوس وبرنامج ربنا كريستيان سوشيال ربنا يبارك اعزائي وأحبائنا مشاهدي قناه لوجوس شكرا لحضراتكم ونشوفكم في حلقات قادمه من كريستيان سوشيال ميديا وإلى اللقاء